اولا مرحبا بكم، بقدم لكم نفسي انا عبد المراكشي، وانا اللي مكلف لكم بالامن ديالكم وخصوصا بالنجم الكبير ديالنا. احنا عارفين الاجراءات، مش انت مرتب كل حاجه معايا مرعي؟ اول مره اشوف، انا شفته بيبيع كسكس في الشارع. بشكركم، ربنا يخليكم، بحب المغرب قوي. اصل الاستاذ سامح بيجيله ضيوف وصحفيين وناس كتير قوي معجبين، فاحنا ما بنرتاحش لما بنقعد مع بعض. السوق تفاهم يا مدام، السوق كل مره تفاهم مدام، السوق تفاهم، ده السوق نيه مش سوق تفاهم. انتوا مفيش عندكم غير عبده في البلد دي؟ معقول كده؟ لو كان لك عند الكلب حاجه اقول له يا سيدي. خلاص يا ستي، اتعطلتي بزاف، ماما الفاش ليك دارت بيا الطوموبيل. طوموبيل ست ام صبان، بعد اذنك ممكن تسيبني اغير هدومي وانت تروح ترتاح؟ مش مشكله، مش مشكله، انا جالس هنا لانني انا حاضر، انا ما عنديش مانع، يعني ما فيش مشكله، ممكن تغير الهدوم ديالك وانا جالس. بنت اخويا الصغيره اتخطفت. بنتي فين؟ ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ عايز افهم. برديه فرعونيه من ايام اخناتون، دي اثريه يا مدام. تهرب اثار بلدك؟ انا اسف اخويا. عندي مشكله. خير؟ مشكلة عويصة جدا. ايه هي؟ بس ارجوك ارجوك اديني وقتي، ما تعملش اي حاجة. بنتي فين؟ بتجيبوا الغرض بنتكم بتوصلكم. شوفوا حقيقكم كلمتين ما في غيرهم. 24 ساعة.